تبدأ يوم الجمعة في العاصمة الليبية طرابلس اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا. ويقوم الدكتور نظيف خلال هذه الزيارة بنقل رسالة من الرئيس مبارك إلى الأخ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الليبية تتعلق بسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن ناحية أخرى عقدت في طرابلس الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة السيد محمد الطاهر أمين شؤون التعاون باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بالإضافة إلى السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي.